بحضور أكثر من 700 شخصية إعلامية وفنية عربية يمثلون القطاعين الرسمي والخاص، وبالتعاون مع اتحاد المنتجين الأردنيين وجامعة الدول العربية، افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة الدكتور جواد العناني فعاليات مهرجان الأردن الثالث للإعلام العربي. وفي بداية الاحتفال قال الدكتور العناني إن هذا المهرجان يكتسب أهمية خاصة هذا العام لتزامنه مع احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى، إضافة إلى أهميته كونه ينعقد في ظل التحرك العالمي والعربي لمواجهة خطر الإرهاب والفكر الظلامي. إننا نقف هنا على ثغرة في الأردن على محاربة الإرهاب. لماذا نحارب الإرهاب؟ لأن الفتنة أشد من القتل، لأن هؤلاء يدمرون ولا يبنون، لأنهم شوهوا سمعة الدين، هذا الدين السمح الذي قام على أسس ثابتة واضحة من التعامل الإنساني. لذلك كان لابد علينا أن نكون في طليعة من يتصدى له، وقد شوه سمعتنا في العالم وجعل حياة كل مسلم وعربي يعيش في الخارج حياة جحيم وعذاب، وجعله هدفا لكل متطرف على الجانب الآخر. لذلك نحن نقول بأن هذه الحرب ضد الإرهاب هي حرب مقدسة واجب على كل واحد فينا، ونحن إذ نؤمن بالثورة العربية الكبرى ونؤمن بمبادئها لنؤمن أيضا بأن حرب الإرهاب هو جزء لا يتجزأ من تعزيز الوسطية، تعزيز الاعتدال، تعزيز قبول الآخر، تعزيز الحوار وتعزيز لغته. من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للمهرجان مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي إن رسالة الأردن تنطلق من رؤى واضحة وأهداف متسقة نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المحافل واللقاءات، فحريتنا في الإعلام كما هي في الفن الهادف سقفها السماء ضمن حدود المسؤولية والمهنية دون مس بالكرامة والإنسانية والأديان. الإعلام والفن لا يتغنيان بالماضي إلا لينيرا المستقبل، ولا يرتجف أمام الوهن، لأن حق الحرف أمضى من حد السيف، ورسالة الصدق ومقنات الخلود أبقى من سفر الترحال، والمجد لا يصنعه إلا أصحاب رسالة الحق والإنسانية التي نطلقها في الأردن ومن الأردن من رؤى واضحة وأهداف متسقة ينادي بها دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المحافل واللقاءات. فحريتنا في الإعلام كما في الفن الهادف سقفها السماء ضمن حدود المسؤولية والمهنية دون مس بالكرامة والإنسانية والأديان. من جهتها عرضت رئيسة قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة أبرز منجزات الجامعة العربية في قطاع الإعلام على مستوى الجامعة وعلى رأسها ميثاق الشرف الإعلامي. أصدرت جامعة الدول العربية العديد من الوثائق والقرارات التي هدفت جميعها إلى تعزيز وتعظيم دور الإعلام في خدمة الإنسان العربي والمصالح العربية العليا وتعزيز العمل العربي المشترك باعتباره ركيزة أساسية للتضامن العربي وصون الهوية العربية. ففي سبعينات القرن العشرين أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب ميثاق الشرف الإعلامي، وهو الوثيقة المرجعية الأساسية للإعلام العربي، وقد مر الميثاق بعدة مراحل من التطوير والتحديث وصولاً إلى صيغته الحالية التي اعتمدها المجلس. وفي كلمة الدولة ضيفة الشرف للمهرجان قال وزير الإعلام في سلطنة عمان الدكتور عبد المنعم الحسني إن الإعلام يمثل جزءا من صورة حياتنا، لكنها الصورة الأقوى والأعمق أثرا. يمثل الإعلام جزءا من صورة لحياتنا، لكنها الصورة الأقوى والأعمق أثرا. والإعلام قوة ناعمة تعمل هذه القوة بمنظومة متكاملة، إما لخير البشرية أو لبؤسها وشقائها، ويبقى على الإعلامي الاختيار، إما أن يكون
رسول سلام أو مفتاح خصام. ولأهمية الإعلام وعمق فاعليته كان لزاماً أن ينشأ له مثل هذا المهرجان، لما تمثله ويمثله هذا المهرجان من فرصة كبيرة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات. وفي ختام المهرجان الذي اشتمل على ندوات متخصصة في الإعلام ومهنيته، كرمت اللجنة المنظمة عدداً من الإعلاميين والفنانين العرب والأردنيين، وقدمت لهم دروعاً تكريمية باسم المهرجان. رسالتنا بأنه إحنا كأردنيين رسالتنا إلى العالم كله رسالة محبة ورسالة سلام. طبعاً يحمل هذه الرسالة جلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني، وإن شاء الله دائماً إحنا كأردنيين يكون لنا دور دائماً وبصمة في إعلامنا العربي وإعلامنا الإقليمي. حقيقة هذا التكريم أكيد يعني بكبلنا بوابل من المحبة والاحترام للقائمين على هذا المهرجان. بحب أقول بهذه المناسبة إن شاء الله يبقى الأردن دائما منبرا ونبراسا في مجال الإعلام، الإعلام العربي المحلي والإقليمي، وبإذن تعالى نرى أنه إحنا ننهض بإعلامنا شيئا فشيئا تحت ظل القيادة الهاشمية. وبدي أتوجه أيضا بكل الشكر والتقدير لقناة نورسات الأردن. أبا الحسين، إليك اليوم تهنئة حبا نكللها للعرش نهديها. خلافة الله، خلافة الله في أحضان مملكة شاب الزمان وما شابت نواصيها. يأمنا ويسجد الجنود.